احنا شنو كنقولوا في الاصل؟ التربيه عاد التعليم. ياك للاسف ما كاين لا تربيه لا تعليم لا والو. لا ما كاين لا تربيه لا تعليم لا والو. مشاكل الله يصاوبو صافي. امين. واخا هاك اختفوا لي الميكرو. اذا غادي نبداو متابعينا الكرام هذا المباشر من منطقه بوسكوره. مباشر اللي هو كي غادي نقولوا ليه حشومه وعيب وعار اننا مازال نديروا مثل هاد اللايفات هادو. للاسف وللاسف الأستاذة اللي في الأصل كتربي لنا الأجيال وكتربي لنا الوليدات اللي كتمشي لنا المجتمع، حنا كنعرفوا الدور الكبير اللي كيقوموا به الأساتذة كيمشيو لنا المجتمع تبارك الله وكينتجوا لنا تلاميذ اللي مأدبين قاريين واعيين بزاف ديال الأمور. للأسف هاد الأستاذة هذه اللي تعرضت للسب والشتم والجر وكل شيء والطرد وما خلصوهاش، ولو ان هي قد هذه النقطه ديال الخلاص ما ذكراتهاش ليا بزاف، يعني غير تجبدات في الموضوع واني حتى هي خاص ندوي عليها. للاسف هذه الاستاذه هذه تعرضت لبزاف ديال المناوشات في داخل القسم ديالها. السلام عليكم اختي سكينه. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. انت استاذه بمنطقه بوسكوره. تماما. المدارس الخاصه بمنطقه بوسكوره. بيرلا بوسكوره تماما. بيرلا هنا كتسميتو البيرلا ياك؟ اكزاكتومون. الاندلس بيرلا ياك؟ فوالا اندلس بريستيج بيرلا. خشي سكينه شنو وقع؟ كنتي في القسم ديالك نورمالمون خاص كل احترام خاص كل التقدير خاص كل هاد الامور هادي باش انك تماما تكون عندك واحد النفسيه باش تواجهي الوليدات وتقريهم بزاف ديال الامور. تماما يعني خاصني نخدم في واحد الظروف ملائمه. انا كنت كنشرح في الدرس وكالعاده واحد الانترفون عندنا في الكولوار اللي كيبقيسوني اشاك فوا اشاك فوا اشاك فوا كل ساعه كيبقيسوني. فانا ملي دويت مع لاسيستانت قلت لها اشاك فوا كيسوني الانترفون الله يخليك ما يبقاش يصوني، يعني دويت على شي حاجه اللي جو بونس كو سي اونتي بيداغوجيك، يعني تكوني كتشرحي وشي حاجه كي تو بيرتورب فوالا كتبرزت الوليدات. فملي دويت معها كان واحد الرد جدا عنيف وماشي في المستوى ديال المجال التربوي. فهبطت الاداره ما دويتش مع نهائيا، هبطت الاداره كانت شكا ونقول لهم باللي راه انا كنخدم في واحد الظروف اللي ماشي هي هذيك ورا لانتيفون ان ميديرونج، وكنلقى واحد السيده اللي كتهضر معايا بواحد الطريقه خايبه. فلقيت بان صاحبه المدرسه اللي انا فريمون يعني كنت كنتعامل معاها في واحد الطريقه جدا 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 تربويه وجدا بروفيسيونيل، يعني كنت كناخذ من وقتي وقت ولادي وكنت كنمشي وكننظم لها المدرسه وكنعاونها وكنقاد لها الاقسام، وحيت هي اصلا ماشي بنت الدومين نهائيا، يعني كما كنقولوا غير ماني شكره، يعني ماشي بنت الدومين نهائيا. انا كنت كنوريها اشنو دير وشنو ما ديرش، وكانت كتعيط ليا في الاوقات ديال غير العمل، وكنت انا وياها على تواصل، يعني كانت بيناتنا واحد يعني هادشي اللي كنت كنعتقد كانت بيناتنا واحد العلاقه طيبه. ابار يعني القمه وابار العمل والمدرسه والمؤسسه كانت بيناتكم علاقه تماما قويه تماما. كديري انت بحال هذه المؤسسه ديالك الوليدات وليدات اكثر مني تكون بحال المؤسسه ديال اختي ولا ديال شي واحد من العائله. ودايوغ كاينين الناس اللي زعما شهود على هادشي. ف ملي دويت قالت لي لا ما يعني ما خداوش بحقي نهائيا. فصافي انا ديك الساعه اصلا كانت العطله، مشيت في حالي ارتحيت، ما اتصلت بيا ما طلبت لا اعتذار لا حتى شي حاجه، واخا فريمون ما عجبنيش الحال. من وراء العطله انا داخل انا وليداتي كنلقى مفوض قضائي عند الباب اللي كيمنعني من انني نولج للقسم ديالي، مع انهم ما انني ما حطيت لا ديميسيون ديالي ما عطاوني حتى شي زعما ورقه اللي باش زعما نمشي بلا حتى شي حاجه. انا مسني معهم ان كونطرا اي تو، حتى كيحبسوني ملي ما تدخليش القسم ديالك، داروا لي طرد تعسفي. مشيت انايا درت لي بروسيدور اللي خاصني ندير، يعني كنحمي راسي كانسانه اللي كنت كنخدم وغادي نورمال، يعني ما كاين حتى شي مشكل. كنلقى راسي في الشارع انا وليداتي، ما علاش هكاك بدون حتى شي سبب، وماشي انا اول وحده ولا ثاني وحده ولا ثالث وحده، يعني شحال من وحده جراو عليها، يعني دايوغ حتى المديره التربويه بنفس لا ميثود. المديره التربويه كانت يعني كتخدم معها بواحد التفاني، يعني من شهر 6 وهي خدامه معاها، وفي الاخر قالت لها السلام عليكم بسلامه. استاذه كانت كتجي مسكينه من سطات حتى هي قالت لها بسلامه. يعني هاد الناس هادو كيسحاب لهم واش الناس عندهم يعني بحال لعبه نقدر نجيبها في اي وقيته ونديها في اي وقيته، راه ماشي حنت الناس عندكم واحد شويه ديال الفلوس صافي. راه الاستاذ راه قال كذا المعلم ان يكون رسولا. فين هو الاستاذ؟ فين هو الاحترام ديال الاستاذ؟ فين هو ما فهمتش؟ وفين هو ذاك الجو اللي خاص يكون موفر للاستاذ؟ لا نهائيا نهائيا. عرفتي اخويا اقسم لك بيمين الرحمن الا خدامين هنا شي ناس
اللي بلا ما نذكر اللي يعني معروفين في المدارس الخصوصيه على انهم يعني كيخونوا الامانه. يعني عندهم بزاف ديال الصوابق عدليه، يعني غير الا سمعتي صوتها بعدا غتتخلع. انا كنشوفها غير كيفاش كتعامل مع الوليدات لا اله الا الله. واحد كتقول هما اساتذه واش من استاذه؟ عيب تتقول عليها استاذه، عيب. من اسم الاستاذ كان نورمالمون كيتعطى اسم الاستاذ الناس اللي الناس اللي ذوي الخبره. انا استاذه، عندي الماستر ديالي، عندي القاريه الماناجمنت، قاريه التعليم، قاريه، عندي ديبلوم ديال كالكول مونطال، ديال الروبوتيك. هادشي كامل كتقول لك احقا ملي مشينا لانسبكسيون دو ترافاي، كتقول لي احقا لا صافي استكملت لي 3 موا ديالها وما ان با دوني ساتيسفاكسيون. انا جي با دوني ساتيسفاكسيون بهاد 10 سنين ديال الخبره، ما جي با دوني ساتيسفاكسيون. وهذيك اللي منافقه وداكشي الى دوني ساتيسفاكسيون. زعما اش نقول لك، واحد التناقض، واحد النفاق في هاد المدارس التربويه للاسف للاسف، ولينا كنشوفوا هادشي كيخلع. حيت ماشي حيت انا المستحقات ديالك خديتيهم؟ مش من المستحقات، ما خديت والو. انا لحد الساعه انا نسيت راسي، انا نسيت راسي، انا ما كنت باغا منهم حتى شي حاجه. انا كاينه العداله الالهيه سبحانه وتعالى اللي غادي ياخذ لي حقي في الدنيا والاخره. ايضاغ انا بالخبره ديالي ما محتاجاش ليهم. انا الحمد لله بزاف ديال المدارس اللي غادي يتصلوا بيا، والحمد لله انا جو اونطامي يعني ندير البروجي ديالي. انا زعما ما بقى نحتاج لتا شي واحد، يعني الرزق بيد الله. انا اللي بقى فيه الحل انهم دابا شنو قالوا لي، يا اما تنازلي على الدعوه ديالك، يعني الدعوه القضائيه ديال الطرد التعسفي، او لا ما تاخذش الانتقال ديال ولدك. انا دابا كيقرا هنا وما بغاوش يعطوك انتقال. ما بغاوش يعطوني انتقال، ما بغاوش يعطوني انتقال. انا ولدي ملي كنجيبوه هنا الاستاذات كيتعداو عليه جسديا، يعني دائما كيتعرض للعنف الجسدي واللفظي. ودري صغير يعني كيعاود ليا داكشي كامل، ما غاديش يكذب عليا. ومؤخرا شنو ولاو كيديروا، مابقاوش كيطلعوه للقسم، يعني حقه ديال التمدرس مابقاش كياخذوا، ولا كيجلس حدا لي فام دو ميناج، كيخليو جالس حدا لي فام دو ميناج وكيمشيو. وهذاك وليد زعما ما تماما تماما. ولكن راه عندها وليداتها، راه عندها وليداتها. انا كنقول كل نهار كنقول حسبي الله ونعم الوكيل. انا كنتمنى من الله انه ان شاء الله هاد الناس يسمعوا هاد الميساج هذا ويسمعوا هاد النداء ديالك ويهديهم الله. واكيد ان هاد الشيء ما خصناش نبقاو نشوفوه في مؤسساتنا التعليميه اللي كنخرجوا منها تبارك الله اساتذه بحالك استاذه اللي كنخرجوا منها اطباء، اما ديال المساجد، لاعبين كنخرجوا منها، ممثلين كنخرجوا منها، ناس ديال المجتمع. للاسف للاسف ديال المجتمع كنخرجوا راه من المدارس. كانت محتاجه الاساتذه، كنت كنجيب لها اساتذه. تخيل استاذه كنت كنعرفها كانت كتقري لي ولادي في الدار ديال اللغه الانجليزيه، وليت كنتصل بها ما بقاش كتعيط لي، ما بقاش كدوي معايا. يعني شنو درت لك انا اللي مابقاتش كدوي معايا؟ وحده كنت كنبقي عندها ولادي في الكره، حتى هي دارت لي بلوكي ولا ما شنو، مابقاش كدوي. علاش؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ شنو درت لكم انا؟ شنو درت لكم؟ من غير انا درت لكم غير الخير، درت لكم غير الخير. ولكن قال لك اذا اكرمت الكريم ملكته، واذا اكرمت اللئيم تمرد. وهاد الناس تمردوا عليا وداروا فيا ما بغاو، وانا كنقول حسبي الله ونعم الوكيل. اخر مره جيت لعندهم قالوا لي احقا جيبي واحد الورقه اللي كتثبت بانك انت بغيتي انتقال لولدك. مشيت لي قال لي زهر راجلي، واخا راجلي يعني ما كانش هنا، كان مسافر وكل شيء. يعني سبب لك حتى حيدتي ذاك الوقت ديال العائله ولا شي عاطيه؟ لا نهائيا، عاتي من ذاك النهار وانا قسما بالله ما بقيت كنعس. ضيق عندي شهادات طبيه اللي كتثبت ان زعما تدهور الصحه النفسيه ديالي. من بعد جبت لهم الورقه بلي ها هي زعما الورقه، عطيوني شهاده انتقال ديال ولدي. اسمح لينا على هذا الازعاج هذا. يعني اشنو جات حرو عليه الاستاذات كاملين داخل مؤسسه تربويه، تعرضت للضرب والعنف والالفاظ النابيه يعني من عند استاذات تربويه يا حسره قدام التلاميذ وقدام في الاداره. التلاميذ اكيد كانوا كيسمعوا، اكيد كانوا كيسمعوا. يعني كرامتي انا تمسحات بالارض، كرامتي تمسحات بالارض من طرف شكون؟ من طرف اكبر اشنو نقول لك، اكبر مجرمه في المدارس. ودايوغ راه المدارس كاملين معروفه، وعندي الدليل على هذا الشيء كامل. يعني واحد الاستاذه حشومه تتقال عليها كلمه استاذه، عيب وحرام. يعني تعاملت معي واحد التعامل، وحده كوافوره لا علاقه لها بالتعليم، كانت كوافوره وجات حتى هي، كانت غير ادف واحد هنايا ولات هي استاذه، وانا اللي كنت كنقول لها شنو دير وشنو ما ديرش. ها هي ولات حتى هي اللي جراتني من يديا، وحده حيدات لي الفولا داخل المؤسسه. يعني تعاملوا معي يعني هادشي اساتذه هادو ماش من اساتذه الله يهديك، راه حشومه تنقول عليهم اساتذه قسما بالله الحشومه. يعني تعرضت لواحد شتى انواع التعنيف اللفظي واللفظي والجسدي. يعني السيكوريتي كيشوف فيا، الشفر ديال الترونسبور كيشوف فيا، اللي كانوا كيحترموني كل شيء حيدوا لي فولاري قدامهم، ولادي كاينين بوحدهم في الطوموبيل. يعني وليت كنفكر غير في ولادي، وليت كنفكر غير في ولادي نخرج عندهم.
غادا كنطر عند عند لي جوندارم وراجلي ما كانش معايا كان مسافر شنقول لك انا كنتمنى والله ان هذا الميساج يوصل للناس المسؤوله على اكيد 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 ديال المدارس الخاصه والله وهذه من رساله اسمح لي يعني رساله من هذا المدار بان ما نعطيش لوتوريزاسيون ديال اننا ندير مؤسسه من غير الناس ديال التعليم واش وحده كانت ربات بيت ولات حتى هي مسؤوله تربويه راه عيب وحرام راه حشومه راه غير باش تنصف استاذ راه خاصك تكون ديجا دزتي من القسم باش تحس بهذاك الاستاذ ماشي انت كنتي داخله الكوزينه كطيبي لوليداتك توليتي مسؤوله على استاذه تربويه واستاذك توريك هي شنو ديريش ما ديريش ونهار بانت فيها ما عقلتيش عليها نهائيا ماشي حيت عندك لو بوفوار راه ربي سبحانه وتعالى راه كيبيتك في الشان وكيصبحك في الشان انسان كما كنقولوا يعني خليك في طبيعتك خليك كيف ما كنتي معايا خليك معايا راه اصعب حاجه هي تكون زوين تماما هي تكون خايب فوالا وانا هاد الناس خرجوا اخيب ما فيا اخيب ما فيا ومع ذلك والله ما وصلت له دوغري ديال الخيوبيه ديالهم همايا كنتمنوا الله خير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الميساج ديالك واضح متابعينا الكرام كنتمنوا الله ان هذا الميساج يوصل للناس اللي مسؤوله على هذا القطاع جيسبر مباشر اخر باذن الله الى اللقاء.